محتاجين ان احنا الاسره تبقى عندها وعي كبير جدا. واكيد هتكمل لنا يا استاذه وفاء عن موضوع ازاي ممكن تكون الاسره عندها وعي باولادها، عندها وعي ازاي توجههم، والكلام اللي حضرتك كنت بتقوليه في الفاصل. هو حاله السلام المجتمعي ده مهمه جدا جدا، بتبدا فعلا باليونت الصغير او الوحده الصغيره اللي هي الاسره. تاكد ان حضرتك انت معاك طفل، فيعني انت بالنسبه له عملاق جدا. كمان تون الصوت، او يعني الصوت سواء كان ارتفاع انخفاض عرض او الا، كل ده بيأثر جدا عليه. النرفزه والتوجيه بيتم ازاي؟ يعني في ولاد بنبقى من ولادنا بيتولدوا عادي جدا بيتكلموا، بس لمجرد ان انت شخطت اكتر من مره فيه بطريقه عنيفه بيجي له حاجه اللي هو الركنه، اللي هو يتكلم ويقطع مره واحده. دي بتبقى حاله نفسيه لمجرد تصرف زي ده. فقد كده احنا محتاجين يبقى في حاله من الهدوء، حاله من الرحمه، حاله من اننا نبدا يبقى في توعيه للاسره. وانا بطالب فعلا ان يبقى في برنامج خاص بتوعيه الاسره لكده. مش بس يعني انا طبعا مع كل التطور اللي حاصل في الميديا، لكن الاسره هي النواه الحقيقيه، لازم يبقى في برنامج وبيبقى مستهدف كيفيه التربيه. طب كيفيه التربيه للطبيعي، طب ما بالك بقى ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هم مننا واحيانا ما بنبقاش عارفين. يعني سمات التوحد دي احنا بنطلق عليها كتير جدا، يبقى هو سمات توحد وانت تقول له ايه؟ اصل هو ما بيحبش يقعد مع الناس، بيتكسف شويه، اصل هو ايه، هو وحاجته كده تلاقيه قافل عليه اوضته. هو ده، تعالى بقى ندرس الحاله دي. احنا في وسطينا كتير، هو بس لما سياده الرئيس اشار بعصا سحريه كده لموضوع ذوي الاحتياجات الخاصه وظهر على السطح بدانا ندرس الموضوع. مظبوط. انما كان الاول في وسطينا واحنا مش عارفين، او احنا عارفين وبنخبي، او احنا عارفين وزي بعض عائلات في الصعيد يركنوهم فوق في المنظره والحاجات دي عشان عيب ان هم يظهروهم. لان لو بنت يبقى ممكن اختها ما تتجوزي علشان هي عندها اعاقه معينه. ففي الحقيقه كل دي يعني مش مشكلات حقيقيه، يجب ان الميديا تبدا تبحث عن ناس بيفهموا في المنطقه دي يقدموا لنا برامج توعي الأسرة كيفية التعامل مع الأبناء وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. حلوة قوي. طيب أستاذة وفاء، حابة أسأل حضرتك بقى عن فرقة طاقة حب، تعملوا ايه بقى وايه القصه؟ ايه رايك في الاسم؟ حلو قوي بجد. والله بجد حلو قوي. الفنان سامح مجاهد هو اللي اختاره في الحقيقه. نعم. ومسرح الشمس برضو اسم هو انا يعني مسرح الشمس سبته يوم 18/8، والاستاذ المخرج محمد متولي صديقي العزيز هو اللي بيكمل المشوار، وهو كان اخرج لنا عملين اللي هو كاندي كراش اللي حضراتكم شفتوه، وكمان الحكايه روح، والاثنين يعني ما عندكش فكره لقوا استحسان وجماهيريه عامله ازاي يعني. فهو عارف يتعامل وان شاء الله هيكمل لاحسن. انا رحت بقى يعني عملت حاله خاصه كده اسمها طاقه حب، فرقه برضو دمج ذوي احتياجات خاصه مع طبيعيين من انا يعني بما اني خريجه الاكاديميه فرايحه خالص للتعليم وللشكل الاكاديمي، فمعايا من الكونسير فرح ونير عصام وطبيعيين زي اشرقه يوسف ابو زيد وهكذا، مجموعه من الولاد كتير في الحقيقه، وزينب ومجموعه كبيره من الاكاديميه. لأن الأكاديمية أنا بشكر أستاذ أشرف زكي وبعديه دكتورة غادة جبارة إنها فاتحة فعلا لكل ذوي الاحتياجات الخاصة لكل المعاهد يدخلوا. فهنا إزاي ندربهم علشان يكونوا في معاهد بكالوريوس، يعني ده بكالوريوس، فإزاي يتطور مع زميله. يمكن أنا فكرت في إن الفرقة دي بتعد الولاد لانهم يكونوا اكاديميين، زي تمهيد كده قبل المدرسه بالظبط كده عن طريق الفن برضه. هو انا مشروعي هو العلاج بالفن. فازاي ان احنا نقدم لهم من خلال مسرح، من خلال فنون تشكيليه، من خلال اعمال كتيره بتنزل جوه المجتمع، ازاي نقدم لهم قدرات بتنمو، نوعيهم، نعرفهم يعني ايه علم، يعني ايه دراسه، يعني ايه. احنا مهتمين قوي قوي بان بالتلقي وازاي انه ينقل هذا الطلاق، لان كل واحد فيهم بيتلقى بشكل مختلف. فازاي انا اوصله ان انت هتبقى على درجه علميه معينه، هتدخل اولى ليسانس او اولى بكالوريوس، يعني معناها ان انت لازم تكون قاعد ثبات انفعالي في المحاضره. مفيش الحركه. طب ازاي نعمل ده؟
ازاي نعمل ده؟ بتبقى محتاجه في الحقيقه على الاقل سنه سنه ونص، عن طريق انا بشتغل بالكوارتر 3 شهور و3 شهور وهكذا، كل 3 شهور بيبقى فيه منتج. في الحقيقه يعني انا بشكر جدا اللواء مجدي سعيد دويدار المتحف الجوي، لانه فتح لنا المسرح هناك وفتح لنا القاعه وبنتدرب فيها. كمان في كذا كذا مكان اعلامي وقنوات اعلاميه بترعى المشروع ده، لانه مهم قوي ان التصوير يكون انت من اول ما بتاخد الحاله لحد ما بيخرج في تطورات، هو لازم يشوف نفسه كل شويه، فلازم وحده تصوير. طب في ناس في المونتير هايلين يعني مونتاج فظاع، طب لازم يبقى فيه وحدة علشان أنا بطلع كادر يدخل معهد سينما. طيب في ناس بتحب جدا جدا تعمل برامج. الأكاديمية كمان كلها مش بس مسرح أو كونسير بس. بالظبط كده. الإذاعة يعني معانا هبة أسعد مذيعة جميلة دلوقتي، عدد من ولاد الشمس الحمد لله، عبد الرحمن علي، يعني مجموعة من الولاد خلاص بقوا مذيعين يعني بينافسوكم، خلي بالك. أيوه. احنا قابلين بالمنافسة يعني، ينورونا مكاننا كمان أكيد.